بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السيدات والسادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحمد الله بداية أن بلغنا رمضان وأن سمح لنا بالسجود له والذهاب إلى بيوته في هذا العام رغم وجود كورونا، وندعوه سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن هذا البلد وعن جميع الخلق في كل مكان في العالم. أولا نهنئكم بقدوم الشهر المبارك، ونهمس في آذانكم أن هذا الشهر هو فرصة العمر فلا تضيعوها. إياكم أن يسرق منكم رمضان. احرص أن تسد أبواب الشيطان، احرص أن تسد أبواب الفتنة، احرص أن تسد أبواب الشر، احرص أن تكون مقداما في الخير، احرص على أن تكون في كل عمل يرضي وجه الله، احرص أن تكون لديك سهم في كل عمل ينفع الناس ويمكث في الأرض. ذلك هو الباقي لنا بعد هذه الدنيا. نحن أمة الفسيلة، وأعني بأمة الفسيلة أننا الأمة التي تعمل إلى آخر لحظة في حياتها. إذا قامت الساعة كما قال سيدنا ونبينا، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. يريدك الحق ويريدك نبيك صلى الله عليه وسلم أن تلقى الله بعمل جاد، أن تكون لك بصمة، أن يكون لك حضور، أن يكون لك تأثير، ولن يكون لك تأثير بغير الرباط بالله. لن يكون لك بصمة إلا أن تكون مرتبطا بربك، إلا أن تحمل بعض نفحاته، بعض خيراته، بعض بره، بعض رحمته إلى خلق الله. أقول رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير.